تم اغتيال المرحوم الشهيد سيف الرباش. شنو اللي استفز راشد النعيمي وخلاه ينسحب من الاجتماع؟ اولا الاخ عمر موسى عمل مع الامريكان. United States Armed Forces now in the Middle East. وان الرئيس بوش اصدر امر هذيك الساعه بان توقف الهجوم على الامارات. تم العدوان على العراق واحتلال العراق وبدأت المسرحية. اللي صار في هذه الفترة إنه الأموال كان يملكها الحاكم السابق اللي هو الشيخ خليفة. قطر دولة غنية ما كانت بحاجة إلى أموال. ليش الموضوع فشل في قطر والبحرين؟ لأن الخلاف القطري البحريني أكثر تعقيد. ومن المفارقة أن في نفس الوقت اللي تم اختفاء موسى الصدر في ليبيا أنت كنت موجود. يعني وجد خلاف سعودي مصري وصارت حرب بينهم. أحد الناس أيضا تعرض لسفارتنا في الكويت. منو هذا؟